نختم مشاهدينا الكرام بهذا الموضوع، حيث كان شعراء الشعر الشعبي على موعد مع لقاء في إطار الملتقى الوطني الخاص بالشعر الشعبي في الثورة التحريرية، والذي كان افتتاحه برعاية وزير المجاهدين طيب زيتوني، حيث ثمن العديد من الشعراء هذا اللقاء معتبرينه رؤية صحيحة للاهتمام بالكلمة الحرة، خاصة الشعر والشاعر الشعبي الذي كان له دور كبير بان حقبة الثورة التحرير الوطني بمشاركته في شحذ الهمم والدعوة للتمسك بالوطن والجهاد ضد المستعمر الفرنسي. التغطية كانت لديار بن داود. هذا الملتقى يعني ملتقى أكاديمي، على خطر الشعر الشعبي عنده الأهمية كبيرة خصوصا من في وقت الثورة. على كل حال يعني نقول البندقية الثانية اللي كان رفض هذا المجاهد كان هو شعر، الناس كانوا يشعروا، العجائز كانوا يشعروا. حب ذلو كان يكون كل سنة ويتوسع شيئا ما، وفوائد الملتقيات احتكاك الشعراء مع بعضهم من كل ولاية.